تقدير الرولات بتاعت الجلاش هتكون عباره عن ايه؟ عندي لفه جلاش، يفضل طبعا الجلاش يكون طازه كده ومش متقطع ومش ناشف. هنحتاج له يعني حوالي كوبايه سمنه على زيت، ميكس كده ما بين السمنه والزيت، وعلبه زبادي. ممكن كمان الميكس ده يكون زبده وزيت او سمنه بس، بس بلاش زيت بس، تمام؟ يعني يا سمنه على زيت يا زبده على زيت. رشه بيكنج باودر وملح وفلفل اسود. اما الحشوه النهارده احنا هنحشي جبنه، فقلنا بقى نحشي بقى شويه جبنه براميلي كده علشان يبقى في طعم حلو، لانها بتحتوي على الملح فبتبقى طعمها ظاهر، مع شويه موتزاريلا، زيتون اخضر او اسود المتاح. عندنا كمان فلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، طماطم اللحم بس اللي هو اللي بره من غير البذور والميه اللي بتبقى السوائل اللي بتبقى موجوده جوه، هنقطعها برده مكعبات صغيره، ورشه زعتر. كده حشوه يعني محترمه جدا، لمينا فيها البواقي بتاعت الثلاجه. والوش بقى نحتاج له سمسم وحبه البركه، تمام، وعندنا كمان حليب. تعالوا بينا بقى، حليب ده للتسقيه. تعالوا بينا نعمل ايه؟ تعالوا بينا نجيب حاجه نبتدي نعمل فيها الحشوه او نقلب فيها الحشوه. الوش احنا عايزين بيضه يا جماعه، معلش دخلوا لي بيضه. هنحط كده الجبنه على الوش، الجبنه الموتزاريلا والجبنه البراميلي مع بعض كده، عشان الموتزاريلا بس ملهاش طعم لان الملح فيها خفيف قوي قوي، تكاد تكون منعدمه الملح. فهحط لها الموتزاريلا، وهنحط الزيتون، شويه زيتون كده، الطماطم المتقطعه مكعبات بدون البذر، والفلفل، ورشه زعتر، او ممكن كمان نحط كده ايه عودين بقدونس مفرومين اللي متاح عندنا. نقلب بقى الخلطه الحلوه دي، يعني عملنا كده ايه، هنعمل سندوتشات جبنه بطماطم. بصوا حشوه خطيره، ريحتها اصلا حلوه قوي. وبقت جاهزه معانا، تمام. بينا بقى نشتغل بالجلاش. هبتدي اخد الجلاش زي ما اتفقت معاكم، ان الجلاش يفضل طبعا يكون طازه جدا عشان نعرف نتعامل معاه. ممكن ناخد ايه، ناخد ورقيه. لسه كمان ما عملناش الخلطه بتاعت الدهان، فتعالوا بينا كده. خلطتنا النهارده زي ما قلنا عباره عن ايه، زبادي وكوبايه كده من ميكس السمنه والزيت. والزبادي هنا فايدته ايه بقى؟ اقول لكم فايدته ايه. فايدته ان يخلي لي الجلاش من جوه طري، ما يبقاش ناشف، فده هيدينا نتيجه حلوه قوي قوي. ما يبقاش كله الجلاش من بره ومن جوه مقرمش، لا هتلاقوه مقرمش من بره بس من جوه طري ولذيذ قوي. احط كمان البيكنج باودر واخلط الخليط ده مع بعضه كويس جدا. يبقى الخليط ده عباره عن زبادي، كوبايه زبادي قصادها كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت، مع معلقه كده صغيره من البيكنج باودر. ونجيب فرشه ونبدا بقى نشتغل. يلا بينا. ادي ورقه الجلاش، هاخد من الخلطه دي وادهن نصها. الجور مضايقكم؟ ممكن نجيبه الناحيه دي، ايه رايكم؟ ناخد دي كده بقت نصين بالشكل ده، واعمل كده وابتدي ادهن تلتين واسيب تلت فاضيه. الحشوه بتاعتنا هاخد منها وابتدي احط بالشكل ده كده، ونسيب بقى ايه الطرفين فاضيين، هما الطرفين دول. وبعدين هبتدي اتني كده ولم واقفل دول الناحيه دي والناحيه دي، واكمل بقى اعمل رول.
بنقفل ليه الناحيه دي والناحيه دي عشان معانا جبنه موتزاريلا ما تسحش مننا بقى وتخرج كده وتبهدل الدنيا على قد ما نقدر. ونقفل، قفل كله بقى عندنا كده ايه زي ساندوتش كده. تمام، هحضر اي بايركس او صاج فرن، صينيه فرن تكون مدهونه دهنه خفيفه بالسمنه، وابتدي احط كده ايه الساندوتش اللي احنا عملناه. ونعمل كمان، موضوع سهل قوي، هتعملي كميه وفي وقت قصير جدا بحشوه لطيفه قوي، ويعني مش مكلفه، تنفع بقى نعملها وناخدها معانا واحنا رايحين النادي كده، الولاد يجوعوا، يلا يا ولاد هاتوا علبه السندوتشات، وبالف هنا وشفا بتبقى خطيره. يلا زي ما قلنا بندهن نص الورقه، ونطبق عليها النص التاني، نجيبها قدامنا بالطول، ندهن تلتين ونسيب التلت. تمام، وادي الحشوة نظبط الحشوة كده ونقفل ونعمل رول بالشكل ده. ونرص في الصينية وهكذا لغاية ما نخلص كل الكمية. ممكن نعمل واحدة كمان او اتنين سريعا كده عشان نحط في الفرن. طيب التسوية، بيستوي الجلاش عامة على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، تمام، لغاية ما الجلاش يحمر فوق ويحمر تحت، وبعد كده بنطلعه او ما نطلعهوش، وهو في الفرن كده بنديله حوالي نص كوباية من الحليب من اللبن، وندخله تاني 5 دقايق ونخرج بقى. خلاص كده بيكون بقى جاهز معانا وزي الفل. ممكن نعمله كده، وممكن لو احنا عايزين بقى نحط له شوية من حبة البركة والسمسم فندهنه دهنة خفيفة كده بايه، ببيضة من على الوش. يلا نقفل ونرص اخر واحده. دخلتولي البيضه، شاطرين. بالظبط، يلا بينا. اظن الموضوع سهل قوي. الحشوه بقى بتاعتك، يعني عندك امكانيات تحطي فيها انواع اجبان تانية براحتك، عندك بسطرمه عايز تحطيها معاهم اللي يعجبك، يعني كل واحد بقى على حسب ايه راحته، بس الحشوه دي بتبقى خطيره. هايل، تعالوا بينا بقى، عندنا بيضة هنرب البيضة نبتدي ندهن بقى كده الوش. حطينا بيض عشان احنا عايزين نحط سمسم وحبة البركة، اما لو مش عايز تحطيهم فما تحطيش بيض اصلا، هي هتحمر لوحدها هتبقى زي الفل. هايل، نجيب السمسم وحبة البركة نوزع كده على وش
الرولات بتاعتنا او السندوتشات، وندخل يلا الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني علشان السندوتشات بتاعتنا او الرولات دي تستوي تحمر وتاخد لون لطيف، ونطلعها بقى بألف هنا وشفا. هايل جدا، ايه رايكم؟ يلا بينا على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، تعالوا نبص عليها بصه تحفه. بصوا جمال لونها خطير. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شويه لبن واحط كده بسيط، واروح مدخلها الفرن كمان 5 دقائق. شويه اللبن اللي انا حطيتهم دول هيخلوا السندوتشات تبقى طريه شويه،